لما بنتكلم على حلم جامعة السادات وتحويله لواقع لفترات زي ما بنقول طال انتظارها، بالتأكيد بنتكلم على ان الحلم ده مش بس للعاملين في جامعة السادات، لا ده كمان لأبنائها. واحنا النهاردة معانا لقاء او مستمرين في لقاءاتنا مع امين عام جامعة السادات الاستاذ رضوان القرم، اللي هيكلمنا على حلم المشروع والتحديات اللي بتقابل المشروع، مش بس التمويل ده كمان العاملين في المشروع. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك شايف ان حلم جامعة السادات حلم طال انتظار، حضرتك مش بس احد العاملين اللي موجود في جامعة السادات، ده حضرتك كمان من ابناء محافظة المنوفية. الحلم بالنسبة لكم بيمثل ايه؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا جامعة مدينة السادات او مدينة السادات عموما هي الامتداد العمراني الحقيقي لمحافظة المنوفية، لان محافظة المنوفية الوحيدة اللي ما فيش امتداد عمراني غير اتجاه مدينة السادات. وعشان كده جامعة السادات او جامعة مدينة السادات هي الحلم لكل جامعة المنوفية، ان هي الجامعه الوحيده اللي يمكن على مستوى مصر في حالها اللي هي في منطقه تعتبر منطقه صحراويه او ناميه. ودي معناها ان، وانا كمان بقول دلوقتي المفروض، انا بتكلم كاقتراح النهارده، المفروض ان الدوله بلاش نكتر في الجامعات داخل المدن الكبيره حاليا دلوقتي، ولكن المفروض ان احنا بنعمل في كل مدينه جديده جامعه متكامله تتماشى مع طبيعة المنطقة الجديدة، الكليات اللي فيها طبيعة المنطقة الجديدة، ينعمل كليات تمشي مع طبيعة المنطقة الجديدة. وبالتالي لو جامعة تكون متكاملة، سواء سكن أعضاء التدريس، سواء سكن عاملين، سواء سكن للطلاب، ولتكن صغيرة مثلا 5 كليات، لو نجحنا أن كل سنة ينفتح جامعة في منطقة جديدة أو في مدينة جديدة، في الحالة دي احنا هنحل المشكلة يعني التخطيط العمراني على مستوى مصر، بحيث أن الطلبة لو استقرت في جامعة جديدة ولو نجح ان 1000 طالب فقط بعد التخرج يقعد في نفس المدينة، يعني حضرتك عايزهم يعيشوا في نفس المدينة ويكملوا بعد التخرج في نفس المدينة ويحسوا ويحبها، في التالي بالحالة دي يبقى احنا بنحل مشكلة استراتيجية على مستوى مصر، انها بتنقل الناس من الوادي الضيق للمناطق العمرية الجديدة. كان في مقترحات مش عارفة من فترات طويلة ان مدينة السادات تكون هي العاصمة لمحافظة المنوفية، هل هي مؤهلة انها تكون عاصمة تانية؟ هي مؤهلة بس لسه شوية، يعني مدينة السادات يعني الجامعة هي اللي يعني حاولت الجامعة بمدامبانيها وبشغلها اللي فيها، يعني هي اللي نقلت المدينة من حالة الركود اللي كانت فيها إلى حالة نشاط غير عادي في المدينة في اتجاه، أنت شايفة إحنا في المنطقة صحراوية فيها بتاع عندنا 10 مشروعات، طبعا الجامعة تمثل 10 مشاريع موجودين غير المشاريع الموجودة الحقيقية اللي هي الطب البيطري و كلية الصيدلة. والجامعة فيها طبعا زي ما انت عارفة، ويمكن السادة السابقين السادة رئيس الجامعة يعني أبدوا لحضرتك ان الجامعة هنا عندنا 10 مشاريع، كلية الطب البيطري، عندنا كلية السياحة، كلية التجارة، كلية الحقوق، كلية التربية. طيب وضع حضرتك كأمين عام لجامعة السادات، أكيد حضرتك أكتر واحد محتك بالمعوقات الإدارية والمالية، حضرتك شايف ان أهم تحدي بيقابل جامعة السادات حاليا ايه؟ اهم تحدي بيقابل جامعه السادات دلوقتي ان انا بطلب من جميع الجهات انها تساعد جامعه مدينه السادات، عشان هي الجامعه انا قلت اللي هي في منطقه تعتبر منطقه صحراويه وبتحل مشكله على مستوى مصر. انا عندي معوقات في الجهاز الاداري، عندي شويه برضه صعوبات في التخصصات، في المهندسين عندي عجز، في المهندسين عندي عجز، في المحاسبين عندي عجز، في بعض التخصصات في الجامعه. وعلى فكره احنا عندنا اعلان في التنظيم والاداره برضه المفروض ان هو ينزل عشان الوظائف اللي ناقصه. عندي معوقات برضه من الناحيه الماليه، لان احنا بدانا مع وزاره التخطيط بحوالي 25 مليون وبعد كده طور ل 140 مليون، وبعدين السنه اللي فاتت عملنا 140 مليون السنه اللي قبل اللي فاتت دي، وخدنا عليهم 20 من الفائض في الموازنه. السنه دي بنامل ان هو يزودوا لنا في وزاره التخطيط المعدل، بحيث ان احنا نحاول على 2019 زي ما مقترح في الخطه، ان ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا يوفقنا وين يعني نفتح كلية أو كليتين داخل الجامعة. احنا فتحنا السنة اللي فاتت صيدلة وفتحنا تربية، فتحنا السنة دي تربية للطفولة المبكرة. إن شاء الله 2019 يكون بداية لمعظم كليات جامعة السادات. لا إن شاء الله، وإحنا يعني إحنا شغالين، وإن شاء الله مصر إن شاء الله بسواعد أبنائها وب المهم روح التفاؤل والامل اللي احنا عشناه معاكم النهارده وشفناه. لا طبعا طبعا، بشكرك على وجودك معانا. بنشكر حضراتكم، نورتونا وشرفتونا في محافظه المنوفيه. شكرا جزيلا.